سبحان الله، عمل قليل تثاب عليه في الدارين الدنيا والآخرة. الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أو تدري أن المنفق وأن المتصدق إذا تصدق من ماله طواعية على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والمرضى من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نال الدرجات العلى، وكان قريبا من الله عز وجل، ونال دعاء الملائكة، ودفع الله عنه ميتة السوء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، أما منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فيجد النار تلقاء وجهه. ماذا نصنع يا رسول الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكأن النجاة من النار في التصدق ولو بالقليل. كيف تدفع شق التمرة أو نصف التمرة عذاب النار؟ وكيف تحط عنك الخطايا والذنوب والسيئات والآثام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم أو لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهر. هكذا عندما ينمو المهر ويكبر، كذلك الصدقة التمرة يربيها الله عز وجل حتى تصير كالجبل. في ناس مش عارفة ايه هو المهر. الفلو هو المهر اللي هو ولد الفرس. أيوة الفرس. في ناس تجيب معنى المهر اللي هو المهر. لا 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 لا. هذا فرق شاسع. المهر هذا بالفتحة، ما المهر هذا المهر بالضم. دم. طيب، احنا كنا عايزين نعرف ان هناك صدقات يتقبلها الله وصدقات غير مقبولة تماما، وبرضو عايزين نوضح للسادة المشاهدين مش بكتر الصدقة أنا بتصدق، ربما زي ما أنت قلت كده فلوة حاجة بسيطة. إيه اللي أنا أعمله عشان أخلي الصدقة بتاعتي مقبولة، أو إيه الصدقة المقبولة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.